بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة متابعين هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة، نحييكم دائما تحية جميلة مميزة. شوطنا 18، شوط الأخير للجعدان، نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس للإخوة المشاركين على أرضية هذا الميدان. يا سلام، سراب سالم بن مخيد بن رشيد اشتبي على المركز الأول، غالي في المركز الثاني، محمد بن سالم بن سلطان بن رواس اشتبي، وفي المركز الثالث معالي عبد الله بن سعيد مصبح النعيمي، وفي المركز الرابع اللي في المركز الرابع ما شاء الله تبارك الرحمن، هنا رابع المراكز. أيها الإخوة بنشوف من اللي في المركز الرابع مسجل في الشوط 16، ايضا بنتعرف عليه، بنتعرف على راعي، بنتعرف على العموم. النقلة الى المركز الثالث، هناك عودة الى المركز الثالث اللي في هذه اللحظات من الجانب الاخر رابع المراكز، عفوا نعم، هناك حفتر لحمدان بن حمد بن حمد بن صلح الاحبابي، وفي المركز الخامس وصلنا في هذه اللحظات معالي عبد الله بن سعيد بن مصبح النعيمي، وفي سادس المراكز هناك الذيب سهيل بن مبارك من ثاني بالرقاد، سادسا ايضا اتى في هذه اللحظات الوحش سالم بن سلطان بن مبارك بن محمد بن سعيد بالهلي، وفي المركز السابع اللي في المركز السابع ما شاء الله تبارك الرحمن هناك خالد بن ناصر بن راشد المجارح الوكري، وفي المركز الثامن شعر محمد بن سير بن عويضان العامري مع نجد حمد بن محمد بن سير بن عويضان العامري، وفي المركز التاسع هناك أحمد بن عبيد بن حميدان مع رشاش، وعاشر المراكز في هذه اللحظات هناك للسيد عبد الله بن راشد بن كاسب المسافري. يا سلام، كونكورد، هكذا كانت النتيجة للمراكب، بعناها عليكم بالهو تمام، هكذا كان الوصف التفصيلي ما شاء الله للمراكب، بعناها عليكم كاملة مكملة بالوفاء والتمام في هذه اللحظات. عودة من جديد إلى المركز الأول. يا سلام، شعار بن عويضان من مسيطر ما شاء الله على المركز الأول، بينما المركز الثاني هناك من الجانب الآخر الصداوي على ما أظن للسيد سلطان بن علي بن سالم بن رشيد آل اجتبي، وثالث المراكز سراب سالم بن مخيد بن رشيد آل اجتبي، وفي المركز الرابع الغنج في رابع المراكز عبد الله بن حمد القرين العامري. هكذا كانت النتيجة ما شاء الله للمراكز، دعناها عليكم بالهوت تمام. نجد مسيطر على المركز الأول وصامد على مقدمة الشوط، وحمد بن محمد بن سيب بن عويضان العامري، بينما اللي في المركز الثاني هناك الصداوي سلطان بن علي بن سالم بن رشيد آل اجتبي بن روي قادم، أيضا مع فعل، واشهد أن فعل هناك مع بكاره مع النقطة الثانية ما شاء الله تبارك الرحمن، أحمد بن محمد الروية نخيلي، وفي المركز الخامس النايف محمد بن عتيج بن شامس العامري. هكذا كانت النتيجة، هكذا كان هناك منعوت من الجانب الآخر منصور بن سيب بن خلفان الخويس، أيضا أشوف مهدي مطار بن مبارك بن سيب بن خويس الاجتبي. هكذا كانت النتيجة يا الغنج ما شاء الله، يا بالروي ما بالروي هو بالقرين ما شاء الله، تحفى هذا الاسم اسم الرموز، اسم السيوف ما شاء الله، يا الغنج ما شاء الله تبارك الرحمن. عبد الله بن حمد بن قرين العامري والعين يستاهلونه، اشهد ان كفيت ووفيت يا بن قرين في هذا العام والاعوام السابقه، تهانينا لمالك الغنج ما شاء الله عبد الله بن حمد بن قرين العامري، وسق الله داركم على هذا الانطلاق الجميل. المركز الثاني احمد بن محمد بن رويه الاخيري، المركز الثالث منصور بسيف بن خلفان الخويس، المركز الرابع هناك لمحمد بن عتيج بن شامس العامري، وفي المركز الخامس ياتي شعار بسعودي ما شاء الله. هكذا كانت هي النتيجه للمراكز، دعناها عليكم بالتمام.